السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. بتاريخ 26 سبتمبر 2020، يعني تقريبا قبل حوالي شهرين، صياد سمك اسمه رولاندو كان طالع على قارب الصيد ماله ومعه صاحبه اللي اسمه جوستافو. كانوا طالعين يصيدون على ساحل بلدتهم اللي اسمها بوريتو كولومبيا. خلال رحلتهم هذه شافوا من بعيد شيء طافي على ماي البحر. في البداية حسبوه مجرد جذع خشب أو شيء من هالقبيل، وكانوا على وشك انهم يتجاوزونه ويمشون في حال سبيلهم. لكن لفت انتباههم تحركات غريبة خلتهم يقربون منه، واكتشفوا ان هذا الشيء ما كان مجرد جذع وانما في الواقع جسم انسان. هذه المرة كانت طافية على الماي، ومثل ما انتم شايفين حوالينها عوامة برتقالية. على طول طبعا الصيادين قربوا منها وبدوا يحاولون يطلعونها من الماي. بعد ما استعادت أنفاسها شوي حاولوا يعطونها ماي، لكنها بدت تبكي بشكل محزن. بعد ما هدت الأمور وحسوا أن وضعها صار أحسن، حركوا القارب عشان يرجعون للساحل. على الساحل تجمعوا الناس وجابوا لها كرسي عشان ترتاح وتجمع أنفاسها. حاولوا يكلمونها ويسألونها عن اللي صار، لكنهم ما حصلوا أي رد منها. بعدها في واحد من الناس اتطوع عشان يوصلها للمستشفى بسيارته، ولحظتها بعد وصلوا الشرطة ورافقوهم للمستشفى. بعد ما هدت الأمور والأطباء فحصوا حالتها وتأكدوا من سلامتها، قدروا الشرطة أنهم يكلمونها. تبين أن اسمها أنجيليكا جيتان، كولومبية، عمرها 46 سنة. أول شيء قالتها لما تكلمت، قالت أنا انولدت مرة ثانية، الرب ما أراد لي الموت. الشرطة عرفوا أن أصلها من مدينة اسمها بوغاتا، وأول شيء طلبوا منها هو أنها تعطيهم بيانات عائلتها عشان يتواصلون معاهم ويبلغونهم باللي صار. لكن أنجيليكا سكتت وامتنعت عن الإجابة، وهني كان واضح أن قصتها على ما يبدو أعقد بكثير من مجرد مرأة ضاعت في البحر. واضح أن عائلتها كان لهم دور أساسي في هالشيء. حاولوا يسألونها عن تفاصيل الحادث اللي صار لها وكيف ضاعت في البحر. كل اللي قدروا يعرفونه أن هي اللي رمت بنفسها في البحر، وأن المدة اللي قضتها وهي تعوم في الماي كانت حوالي 8 ساعات. ظلت أنجيليكا متمسكة بسكوتها خاصة بشأن عائلتها. لكن بعد ما فيديو الصياد انتشر بشكل كبير في السوشيال ميديا وصارت قصتها قضية رأي عام، تبين أن أنجيليكا في الواقع كانت مفقودة من عائلتها من سنتين وهم ما عارفين عنها أي شيء. بعد ما ضغطوا الشرطة عليها أكثر عشان تتكلم، قالت أنجيليكا أنها كانت تتعرض للأذى النفسي والجسدي من قبل زوجها لمدة 20 سنة. بحسب كلامها وادعاءاتها أن زوجها ما كان يؤذيها جسديا أو يضربها قبل ولادة طفلتهم الأولى، لكن كانت عنده صفات سيئة ويعاملها بطريقة مؤذية نفسيا من وقت لوقت. بعد ما حملت بطفلتهم الأولى بدأ تصرفاته وسوء معاملته يزيد اتجاهها، وبدأ حتى يستخدم الأذى الجسدي معاها، وهذا الأذى ظل يتزايد مع الأيام أكثر وأكثر. وبعد ولادة طفلتهم الثانية صارت خلاص متعودة على تعامل السيء وأذيته لها، وصار هذا هو الوضع الطبيعي في البيت. بحسب ادعاءاتها أن زوجها وصل لدرجة أنه صار يبذل كل جهده عشان يقطع أي تواصل اجتماعي بينها وبين أي حد في محيطها، سواء من أقاربهم أو من أصدقائهم. كان كأنه قاعد يحاول يعزلها عن العالم، وموضوع إهانته وأذيته لها وصل لدرجة أنه حتى ما كان يخليها
تستخدم الحمام لما تحتاجه، ويجبرها انها تدبر نفسها بطرق ثانية مثل انها تقضي حاجتها في الحديقة. لكن مع كل هذا لازم نحط في بالنا ان هذه كلها ادعاءات، لان في كلام مغاير لكلامها من الطرف الثاني، والقصة فيها تعقيدات اكثر راح نشوفها. المهم بحسب كلامها الوضع استمر على هالحال لمدة 20 سنة، وهي تحاول تتحمل وتصبر، خاصة عشان بناتها الصغار اللي ما كانت تقدر تتخلى عنهن. خلال حياتها الزوجية القاسية هذه، تقول أنجليكا انها بلغت على زوجها عشرات المرات، لكن كل مرة يجون فيها الشرطة ويحجزونها لمدة اقصاها 24 ساعة، وبعدها يطلقون سراحة عشان يرجع للبيت ويفرغ كل غضبه فيها بسبب هذا الكابوس اللي كانت عايشة فيه. وبعد ما حست ان بناتها كبرن كفاية عشان يعتمدن على نفسهن، قررت أنجليكا في شهر سبتمبر من سنة 2018 انها تهرب من البيت ومن زوجها. للأسف هرب أنجليكا من البيت ما راح يكون نهاية معاناتها. أنجليكا راحت لمدينة اسمها برانكيلا عشان تبحث عن ملجأ جديد، لكن الظروف أجبرتها أنها تعيش في الشارع كمشردة بدون مأوى لمدة 6 شهور. كان الوضع جدا صعب عليها في هذيك الفترة، وكانت عايشة على مبلغ بسيط جدا كان معاها من لما هربت من البيت. بعد 6 أشهر اللي قضتها في الشارع، قدرت أخيرا أنها تحصل ملجأ عند امرأة ثانية رضت أنها تساعدها. هاي المرأة على ما يبدو أنها كانت تدير بيت مشترك، وحتى هذا البيت كان وضعه سيء، لكن على الأقل كان أحسن من الحياة في الشارع، وأكيد كان في مقابل لسكنها في البيت، بس التفاصيل مش واضحة كثير. المهم أنها عاشت في هذا البيت لمدة 1.5 سنة، لكن اللي صار للأسف أنه حتى الناس اللي كانت ساكنة معاهم في البيت بدوا يضيقون عليها عيشتها ويأذونها. ليش ما أدري، هل هي السبب ولا هم سيئين؟ الله أعلم. لكن المهم أنه كانت في مشاكل كثيرة وأذى كثير بالنسبة لها، وبدت الحياة في البيت المشترك هذا تصعب أكثر وأكثر. يعني مثلا تقول أنهم كانوا يقطعون عنها الماي وهي في الحمام، وبعد مثلا يحطوا لها صابون في أكلها وشرابها، وظلت هاي الأفعال المؤذية تتراكم وتتكرر أكثر وأكثر. يعني مسكينة طلعت من حالة مؤذية عند زوجها لحالة مؤذية ثانية هالبيت المشترك. المهم على ما يبدو أنه في يوم من الأيام وصلها خبر من المرأة اللي تدير السكن المشترك هذا أن زوجها طلع من مدينة بوغاتا اللي هي المدينة اللي كانت ساكنة فيها مع زوجها وعائلتها. فهني حست بالأمل، حست أنها ممكن ترجع لمدينتها ولأقاربها مرة ثانية، لكن شكل هذا الخبر كان خبر كاذب. وهني على ما يبدو أن جاتها حالة صدمة، لأنها صار عندها مثل الأمل، يعني شوية أمل وبعدين هالأمل تدمر في لحظة. فهني هالصدمة على ما يبدو خلاص كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وهذا اللي خلاها تروح وترمي بنفسها في البحر. يعني هي تقول انها ما كانت تريد تقتل نفسها، لكن كانت تريد ان المعاناة توقف، وما كانت عارفة شو تسوي، وفي النهاية قررت انها ترمي بنفسها في البحر بدون وعي، يعني كأن جسدها سوى كل هذا بروحها بدون ما عقلها يوافق عليه بشكل كامل، وهذا السبب اللي خلاها تاخذ معاها عوامة، وهي اللي خلتها طافية طول 8 ساعات اللي قضتهن في البحر. لكن مع هالشيء نجاتها من البحر كانت عجوبة بحد ذاتها، لأن الغرق ما بالشيء الوحيد اللي كان ممكن يقتلها. البحر الكاريبي كله مخلوقات خطيرة، وهي بنفسها تقول انها حست بحركة اسماك كبيرة حوالينها، وبعض هذه الاسماك حتى تحسسن جسمها، وعلى الغلب هاي كانت اسماك قرش، بس الله نجاها منهم وما هجموا عليها. غير هذا الماي كان جدا بارد في هذيك الليلة، وصمودها لمدة 8 ساعات في هالبرودة كانت معجزة بحد ذاتها. وحتى لما انقذوها وودوها للمستشفى، اكتشفوا ان درجة حرارة جسمها كانت جدا منخفضة لدرجة خطيرة، ففعلا الله كتب لها حياة جديدة لما انقذوها الصيادين. لكن هل القصة تنتهي هنا؟ للأسف لا، في تعقيدات أكثر. طبعا التفاصيل هذه اللي تونا تكلمنا عنها كلها تفاصيل نشرتها وسائل الإعلام بعد ما يسووا مقابلات مع أنجليكا، فبطبيعة الحال وسائل الإعلام أيضا كانوا يدورون على عائلة أنجليكا عشان يأخذون ردة فعلهم ويسمعون رأيهم في اللي صاير، خاصة بعد ما القضية هذه صارت قضية رأي عام وانتشرت السالفة في كل كولومبيا. على ما يبدو أن الزوج ما تكلم مع وسائل الإعلام، لكن بنات أنجليكا الثنتين
قلعا وتكلمن في وسائل الإعلام. البنت الكبيرة اسمها أليخاندرا والصغيرة اسمها باولا. المشكلة كانت إن كلام البنات كان أبعد ما يكون من المتوقع، يعني تتوقع منهن أنهن يكونن فرحانات أنهم حصلوا أمهن بعد كل هالسنين، وتتوقع على الأقل قدر من التعاطف. لكن للأسف بكل برود طلعن وقالن في مقابلتهم مع واحدة من القنوات أن كلام أمهن كله مفبرك، وأن أبوهن أبدا ما كان يضربها أو يأذيها، ولا كان يضربهن أو يأذيهن هن، وأن أمهن في الواقع تعاني من اضطرابات وأمراض نفسية، وأنها نسجت كل هذه القصة من رأسها. Se dice que mi papi pudo haber maltratado a mi mami, que pudo haber violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Nosotras decimos rotundamente que eso es falso. Mi papi en ningún momento ha intentado violentar ni a mi mami ni a nosotras dos. Claramente está que en una relación de pareja hay discusiones, lo normal, pero nunca se ha pasado a un extremo, a una violencia verbal o física. وقال ان لما هي طلعت من البيت قبل سنتين قالت انها راح تروح للإكوادور وتعيش مع اخوها اللي هناك، وعاد بعدها فقدوا كل قنوات التواصل معاها. فهني صار الموضوع محير اكثر، يعني هل تصدق كلام الام ولا تصدق كلام بناتها؟ الناس في السوشيال ميديا منحازين لطرف الام، ويقولون ان برود البنات في كلامهن دليل على كرهن لأمهن، لأن حتى لو كانت مريضة نفسيا راح على الأقل يتعاطفون معها ويتكلمون عنها بود، لكن واضح من طريقة كلامهن إنهن يكرهنها. هذا طبعا ما بتحليلي، هذا تحليل بعض الناس على السوشيال ميديا. لكن الكلام هذا ما كان بس كلام البنات، أيضا عمات أنجليكا داخلا على الخط وتكلمن مع وسائل الإعلام. أنجليكا عندها عمتين، واحدة منهن عندها بيت، وهاي العمة مأجرة الطابق الأرضي من بيتها لعائلة أنجليكا، فيعني العمة هاي عايشة جنبهم، وهي تقول إن ما في أي شيء يدل على إن زوج أنجليكا كان يأذيها، يعني هم ما شهدوا أو شافوا أي شيء من هالقبيل مع أنهم تقريبا عايشين مع بعض. رد أنجليكا على هالكلام كان رد بدموع، وهي تقول إن هذا الشيء كان يصير لما تكون بروحها مع زوجها، وهي ما راحت لعماتها ولا خبرتهم باللي كان يصير، فطبيعي إنهم ما يعرفن عن الموضوع، وهذا الشيء جايز فعلا، يعني ممكن يكون كل هذا الأذى اللي يسوي الزوج كان يصير لما يكونون بروحهم وما يكون في حد يقدر يشوفه، لا العمات ولا البنات. لكن شيء غريب فعلا ان انسان يقدر يتصرف بهالطبايع بالسر ويظهر بشخصية ثانية قدام الناس، وشيء غريب انه بعد ما طلع في الاعلام ودافع عن نفسه، يعني كل عائلته طلعوا وحتى بناته، فليش هو ما طلع؟ للأسف ما اقدر اعرف اذا في تطورات صارت في القصة، لان معظم المصادر بالاسبانية، المصادر بالانجليزية محدودة وبس غطى القصة لما كانت في بدايتها، فما اعرف بالضبط شو صار الحين بعد شهرين. لكن آخر خبر في الموضوع أن بنات أنجليكا وعماتها سوّن حملة تبرعات عشان يساعدن أنجليكا ترجع لمدينتهم وترجع للبيت. القصة هذه جد معقدة وصعب أن حد يعرف من الشخص اللي يقول الحق. أنا عن نفسي أميل إلى احتمال أن أنجليكا الأم على الأغلب مريضة نفسيا، وكثير من هالأحداث مخها نسجلها إياها، يعني أنا ما أقول أنها قاعدة تكذب، لكن احتمال كبير أنها فعلا عندها مرض نفسي ما يخلي تفكيرها سليم. حتى البنات يعني يقولن أن عندها مخاوف غريبة، مثلا عندها خوف من السيارات الفخمة، يعني لو شافت سيارة فخمة تجيها حالة هلع وهستيريا، وهذا بس مجرد مثال. فيعني ممكن فعلا تكون أنجليكا مو بصاحية، وهذا الاحتمال اللي أنا أرجحه، خاصة أن في 4 من أقاربها ينفون كلامها. انتوا شو رايكم؟ من اللي تعتقدون عند الحق وقاعد يقول الصدق؟ حاب اشوف ارائكم وتحليلاتكم تحت في التعليقات. ولهنا نكون وصلنا لنهايه المقطع، اذا عجبكم كالعاده لا تنسون تضغطون زر اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وايضا ظاهره قدامكم المقاطع السابقه، اذا ما كنتوا شفتوها تقدرون تضغطون عليها وتشوفونها الحين. شكرا لكم على المتابعه، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامه.